أثار حديث أحمد عبد القادر لاعب الأهلي مع محمود الخطيب رئيس النادي الجدل بعد نهاية مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء الاثنين، وذلك خلال تتويج الفريق الأحمر بلقب كأس مصر 2022. وحقق الأهلي مساء الاثنين فوزا غاليا أمام بيراميدز بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي بنهائي كأس مصر. وأثناء استلام لاعب الأهلي ميداليات التتويج باللقب، تحدث محمود الخطيب مع أحمد عبد القادر المستبعد من المباراة لأسباب فنية. وكان هذا الحديث بأن محمود الخطيب كان يستفسر من أحمد عبد القادر عن سبب استبعاده وكواليس إصابته التي أبعدته عن المباراة للإطمئنان عليه. يعني كان محمود الخطيب بيطمن على أحمد عبد القادر بعد ما استبعد من المباراة. كما أن أحمد عبد القادر شعر بآلام عقب نهاية ميران السبت الماضي، وبالتالي غاب عن مواجهة بيراميدز التي أقيمت مساء الاثنين. ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع الزمالك يوم 5 مايو القادم في السوبر المصري باللقاء الذي سيقام في الإمارات، ويشارك الأهلي بوصفه بطل كأس مصر فيما يظهر الزمالك في نهائي كأس السوبر بعدما حصد لقب الدوري المصري في موسم 2022. الأهلي كان وقد هزم الزمالك بهدفين نظيفين على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية في آخر نسخة من كأس السوبر المصري.